ده من الاجيال ايضا من الجيل السابق، هتلاقي محمد ابو تريكه، وائل جمعه، بركات، شادي، مجموعه كبيره جدا من الاسماء المهمه جدا 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 واساطير كره القدم. تخيل حضرتك ان حتى اللاعبين الاجانب، بيشوفوا ايه، بيقولوا ايه على النادي الاهلي وعلى خير النادي الاهلي. شوفوا فلافيو، شوفوا جيلبرتو، شوفوا ايفونا، ده لعيب اجنبي ما يعرفش حاجه، هو جه دخل النادي الاهلي. شوفوا مانويل جوزيه اسطوره النادي الاهلي، شوفوا هيديكوتي اسطوره من اساطير النادي الاهلي، شوفوا الكباتن الكبار اللي كانوا موجودين في النادي الاهلي والمدربين العظام اللي كانوا موجودين في النادي الاهلي. بصراحه فرق شاسع وفرق كبير جدا 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 بين اللي مجرد ان هو الكاميرا، انا متاكد انا عارف الموضوع ده كويس جدا وممكن تسالوني عن الموضوع ده. الكاميرا ليها سحرها طبعا، وانا عايز ابقى قدام الكاميرا وعايز اتكلم وعايز اعمل وعايز الناس كلها تتكلم عني وكذا وكذا وكذا، لكن ليه يا جماعه كده؟ النادي الاهلي فضله على الجميع. النادي الاهلي عارف كويس جدا جدا جدا، او جمهور النادي الاهلي عارف كويس جدا ان النادي الاهلي ده فضله على كل واحد في كان متواجد في النادي. انا مش بقول ان الكلام ده عشان انا في قناه الاهلي، لكن انا شخصيا ما شفتش غير كل خير داخل هذا النادي، مش انا لوحدي بالمناسبه، لاعبين كبار جدا جدا جدا. وخلوني اقول لكم على المرحله الاخيره دي، احنا لما بنجيب حد مثلا في برنامج سهره مع خلال الفتره السنه اللي فاتت بالكامل، هو لما بركات جه قال ايه على النادي الاهلي، هو لما سيد معوض جه قال ايه على النادي الاهلي، هو لما كابتن اسامه عرابي جه قال ايه على النادي الاهلي، هو كابتن ربيع ياسين لما جه قال ايه على النادي الاهلي. بالمناسبه كابتن ربيع ياسين واحد من اللاعبين اللي مشيوا من النادي الاهلي في فتره كان هو حاسس ان هو ممكن يكمل. كابتن علاء ميهوب، كابتن طاهر ابو زيد، الاساطير الكبيره اللي موجوده، كابتن محمود صالح، الاساطير الكبيره جدا اللي كانت موجوده داخل النادي الاهلي. الحقيقه انا مستغرب جدا جدا، وشايف ان كل اللي بيحصل ده الغرض منه حاجه واحده فقط، وهو ان انا الكاميرا زي ما قلت لكم ليها سحر وسحر خاص. الحقيقه انا عايز ارجع الكاميرا تبص على فلان الفلاني ده. فكلام مهم جدا لازم كنت اتكلم فيه مع حضراتكم، لانه صعب جدا ان انت تشوف داخل النادي الاهلي كل واحد، او انا اسف يعني ان كل واحد داخل النادي الاهلي عارف اختصاصاته بشكل جيد جدا جدا جدا. لاعب لاعب، ومدير الفني مدير فني، ومدير الكوره مدير كوره، والاداري اداري، وكل واحد عارف مكانه، ومجلس الاداره مجلس اداره، كل واحد في النادي الاهلي بياخد مستحقاته في كل وقت، ما حدش بيرفع قضايا على حد. الكلام اللي حضراتكم بتسمعوه في بعض الانديه الاخرى، وانا هنا لا اقصد اي شيء، انا بتكلم كلام حقائق جوه النادي الاهلي، ما فيش اهانه لحد، ما فيش من حد. وفي النهايه برضو عايز اتكلم مع حضراتكم في موضوع تاني، من الممكن جدا ان يكون هناك اختلافات في وجهات النظر داخل البيت الواحد، داخل البيت الواحد مفيش أي مشكلة. وبالمناسبة في اختلافات مع كبار بتنتهي سريعا، وهتشوفوا خلال الأيام الجاية كلامي ده مقصود بيه إيه. لأن أنا دايما حتى لما باجي أتكلم مع حضراتكم، الحمد لله كان كل ثقة وأنا بتكلم مع حضراتكم مثلا في موضوع حسام عاشور. قلت لكم إن الكابتن حسام عاشور قال رسالة أو بيقول رسالة